وزير محمد كان دفاع قرنك ما وحوي قانا إن عيدنك قرنكو تاريخ ثمر كيوجو رئيسي سومالي لان سيدي وح ما داود شبان كل مية وحلقو دورن دونا شاب كيوجو جيست عيدنك قرنك 25 أكس كل مية وحلقو دورن دونا إنه يلا هذا هي ضيعي يدر حمدي يديفتي يديهالكي يا يدبتي وبضي وحويان عيدنك قرنك عيدنك قرنك وحويان دور يا كنتون كيلومتر جرو وتشري إن ما أنت أي أوق فديان وزير محمد كاهن موح ويقانا أو دونيا إسجي حزب جيزة كل مية إن لقو دور طار قد كان قدوميه نلليلا وحي إرادا إن ولي محمد حاشي وحا وكسم رلاي كل مية أو إن تعال كيو كل مية وقبي ولي كمو بحن وحانو إن إسكاك إلاليا إستريسكا أورك كاه بل أريد أسكو داو ضيال وحا هضا بربر كيغا فرديا أو أنو هالكنو مقالة داهر كيسا أنو كوكولاني أفييك قودي ورسياس ديتكا كاه حسن عبد الله متان حسن استاذك ان افين وغورن سودو ان وحروا انه وح كاوي ديو دوان وح وزارده ارمها غدها سومالي لان شر كو قبصدي مدخده او سريسا حسبك كلميه وحانا شركاسي شر قدوميني وزير كارمها غدها سومالي لان مدني محمد كاين احمد ان halkaasii qodobba ayaa ka soo baxay waxay sheegeen in xisbiga kulmiye iyo madaxweyne biixiga dib loogu dooranayo ee difaaca qaranimada Soomaaliland qodobadii ay soo saareen ayuu qodobkaasi kamid ahaa bal maxaa kaaga baxay adiga ee shirkaasi iyo qodobadii ka soo baxay ee kulli xisbiga kulmiye ee waxa uu kamid yahay xisbiga qaranka oo xisbi muddo badan ee dalka ka jiray waa xisbi ku dhawaad maanta 14 sano dalka taladiisa haya waa xisbi de waxa weeyaan shar iyo khayr bal وحزب الصومال الآن واحترق السيد دباتدي سو ما أنت أي بدن تاي دباتدي سو وحن قبى أركتيد أه سواش عادي ودي سي أه وزير محمد كاهين أهنا قدومية حزب كلمية إن وحويان تاريخ أقوين محمد وحويان وشاكتا أما وكو أبتر صداع تاي تاريخ دي هل جنكا يا تاريخ دي دفاع السنة مدلكا تاسو أنا عدنا كحقرين محمد وكمد هاس لكن شيا السنة مقوى وينيد لكن هذا نوع عجيب نقطه فجعسان نقطه ده كنا لياب كنا نقطه وري هذا الكا أما سواشة إما كادي ودي سكلمة ده وزيرك وكذا واجي يروح حدبنا لوجود دوران دون الدفاع قرنك وحي وحويان ده بدن كنا نقطه معجزة يا سبرايز يا شوك وحفلة يا كلي ده محمد وزيرك ده في الصومال بيكون هاد ليه سواشة سي ده كا intood badan libaano way cuntay weeyday erayga difaaca qaranka marka nu fasirno wad garan saamicnaheeda Soomaaliland ox 25 ox wixii ka horeeyay ama sanad ka hor halkay joogtay xuduudkeygu ahaa waxa weeyaan nidaamkeega iyo dawladnimadeedu taalay ee uu ka shaqeynayay systemkeygu dawaan ka warqabna lascaanood waxa weeyaan maamulkeena iyo nidaamkeena ka shaqeynay hanaanka dawladda Soomaaliland ba ka shaqeynay systemkeena ka shaqeynay ciidankeenu gambar halku deej joogay tukar ku gaaray wanaagay waxa weeyaan de gobolka Sool Soomaaliland yaani baysahan siday ku ahayd iyo siday maanta ku tahay de weynu dareemi kareyna de markaa maxamed ama wasiirku difaaca qaranka ma wuxuu yeeqanaa in tukar laga yimaado iyo laascaanood oo og la yimaado wasiir maxamed ka hayn difaaca qaranka ma wuxuu yeeqanaa in ciidanka qaranku taariikhda markii ugu horeysay Soomaaliland sidii ugu xumeeyd ay u jabaan وزير محمد كاهن ما وح ويقنا دفاع قرنك إن إذا كي قرنك وح ويان دور يا كنتون كيلومتر جرو وتشري إن ما أنت أي أوق فديان وزير محمد كاهن ما وح ويقنا أو دونيا إسجي حزب جيزة كل مية إن لقو دورته دفاع قرنك أنا ويقنا ما أنت إن كبدا عفر بقول أو عسكري إن وح ويان أي كتشريان جعنته وح ويان هو أنت يا وح ويان dadkii isku soo baxaystay ee duulaanka ku soo qaaday qaranimada iyo jiritaanka iyo dawladnimada Soomaaliland iyo wax weeyaan iyo jiritaanka gobolka Soolba marka arintaas Liibaano dad badan ama kaag bay ku noqotay waxan qaba kulmiye hadduu si kala u dhigo oo doonay inuu campaignka ku galo inuu yiraahdo hayd waxan doonaynaa kulmiye waxa lagu dooran doonaa jabki uu geystay ciidanka qaranka 25 ox kulmiye waxa lagu dooran doonaa inuu yiraahdo dayici يا در حمدي يا ديفتي يا ديهالكي يا دبتي وبضي وحويان عيدا كقرنكا كل مية وحلقو دوران دونا إنه يلا هذا هيد سياسة الصبول كهيد وحويان كم رجنيد
كم برنايد وحويان مسكح ذا إياه فكرك وحويان لقول ميجي أما لقى الصوب حي قبل كي مهمة دوين يقف فيدي سومالي لان شريتان كي يدولة نمدة هذا إلا سعانات إنه صداو دقاي هيد لكن أرنتاسي وحن بانوار كون كلي إنه إسكت هاي أن ده هذا ميلوي وزير كنا وحنو ملاينا يوحو هالمامي إن ما أنت مقالي إلا سعانات أنا قاعد عند سومالي لان كتشرين وزيرك وحلاقة يابا إنه هالمامي أما إلا بي إنك بدن أفر بقوله أسكري أو سراكيش إنه يقوم يهم سنيدي ما أنت وحويان قعنت ضد الشيشية أي كتيران ولين أنا حكومة دا وحويان حزبك كلمية يا محمد كهين وزير كريم هكذا هو مزولية دا ولين أنا كحضل ولين أنا صح هذا القادم and مسؤول كترسان حزبك محافظ كاه كلمية ولقوم جعابو شيخ صليبان een oo ka hadlay een dalka dibadiisa waxa uu sheegay in urkiina ka uu yahay qayb kamida een xisbigooda kulmiye oo aan ahayn yaani ursa u sii weyn hadalkaas markii uu jeedinayay waxa ag fadhiyay een xiliban khayreeyo oo isaguna kamida een ururka ka oo runtii arintaasii aan markaasii jawaab waafiya aan ka bixin bal urur ahaan idinku in ما قبتهن إن تهين قريب كم إذا كل مية؟ كلي دسياسدو اللي بانو the political choking بيلاد هاي ولا كفتمية وحويان حزبية القرن كنا يقرضنا وحويان وحزبية ذي القرن كا إن institution دولية أو registered مقام كيس مقام كهوسيل اللي قلت المعمانة كلي دشرة جبينو من قرن سياسي station اللي قلت المعمو شخص لبعن the كلي وحن فيليا تاريخ ديسا سياسادات أما باقرون كيسا سياسادات وحبادان كوران ما يوددكو حقو قالبا يهين أو كليبا ديسي يهريكور كيسو دي يوتيوب كوكوشرا سلايبانو دي شاليوين مغليني لي تيفي قوات كهلسا يوتيوب كيساقو لي دادكي وي بغطي يانو وي قاچونا يانو هريكو بيعونا يانو سوقي فرليان oo dalkii wax weyn xaalad adag oo murgoon ku jira hadana saleeban oo bil ka dib la ayaynu arkaynay dalku barwaaqayn muxu ku jira oo wax weeyaan maanta madaxweyne qaali ah hoggaaminaya isagoo leh oo Soomaaliland halkii ugu wanaagsan ee maraysa taasa ka turjumaysa shakhsiyadda iyo personality-ga qofka Liibaano iyo qofku isbedbedelkiisa siyaasadeed iyo waxa uu aaminsan yahay marka waxaan baan arkaa saleeban iyo siyaasiin badan oo kala lamidhi in aragtidooda siyaasadeed hadba ay ku saleeyaan maslaxada marka taagan iyo danta ay leeyihiin iyo masalaha shakhsiga marka ay qabaan waxaan baan qabaa haduu siyaasigu shalayna af ku hadlo maanta af ku hadlo inta badan Liibaano waxa ka turjumaysa shakhsiyadiisa shakhs laba oo siyaasiga kaliya waa shakhsiga kaliya tabil gudheed saddex xisbi qaran isku maray ee kulmiye galay ee hadana wadani galay hadana kulmiye ku noqday wadani galay shakhs Liibaan wax badan ka oran maayo wax ku sii fogaan maayo waxana laga yaabaa dowrusaasadka ka magaalada uu jiray Ingiriiska London aad buu ugu xoogan yahay waxa suuragal inuu soo dhaweyn ka waayo sidii uu sheegay xildhibaanka khayreeyay waa kii de kula kaftamay xildhibaanku isagoo hadalka nuxurkiisa siiyay ku yidhi shakhs Liibaan waxa wuxuu dareemay xoogaa qalo oo ah inuu ka dhaxwaayay meeshii xisbiga kulmiye maadaama xisbiga kulmiye dadkii taageersanaa ay u diga rogteen inay noqdeen ka inuu waayay calankii iyo dadkii iyo taageerayaashii ay saameeyay xisbiga kulmiye dadka een gudoomiyihiina dhaliila waxay ilaadaan een Wali Maxamed Haashi waxa uu ka samrilay kulmiye oo een jacaylkii uu kulmiye u qabay wali kama bixin waxaanu een iskaga ilaaliya stresska ururka ka bal arintaas ka war wallahi maxamud haashi abdi waa siyaasi ka mid ah siyaasiyiinta dalka waan weyno dalka in badan soo shaqeeyay isagoo dhowr ilaatan jira waxa weeyaan maayir ka soo noqday caasimadda labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland golo deegan soo noqday de qof raad barada ama siyaasi raad barada ma aha waa siyaasi jaran jarada siyaasadda ka soo bilaabay from ficta hoose ilaa ficta sare maxamud haashi waa shakhsi yaqaan halka uu socdo iyo waxa uu doonayo sida uu doonayo wuxuu soo noqday xubin golaha deegaan wuxuu soo noqday maayirka buuxo wuxuu soo noqday kamid noqday asaasiyaha wuxuu kamid noqday halganka mujaahidiinta Azanam wuxuu kamid noqday asaasiyashii xisbiga kulmiye oo ah shakhsiga labaad ama saddexaad ee xisbiga kulmiye jiraan la asaasa wuxuu kamid ahaa wasiiradii ugu saameynta badnaa ee dalkan soo xukumay sida weyn ugu soo shaqeeyay laguna hadalaynta badnaa marka waxaan qabaa de maxamuud kulmiye tac badan buu gashaday taariikh badan buu ku leeyahay lama dafiri karo qofku halka uu ka soo baxay iyo meesha uu taariikhda ku leeyahay iyo meesha background-kiisu yaalo waxa weyn kama tagi karo maxamed shale kulmiye markuu u dhisay wuxuu ku dhisay muuse biixi tala xisbiga kulmiya tala madaxweynihiisii hore ah tala siyaasadda iyo strategy-da kulmiya isagoo fulinaya markaas siyaasadda madaxweynihiisa madaxweyne axmed siraanyo waxa weeyaan waxaan qabaa maxamuud kulmiye waxa weeyaan hadduu ka maarmay
ما أنت بون ود تشوجنا وحويان هذا الحين تاعي هذا الحيانا وحبان وركا وإني وليك قن علاين تشوكر كسياسة سيدي ما أنت حويان شعبك سمع لنا ويقعنا سامن تكوير شو سياسة طوضيال كسوحة وها أفينك ورسيا صديقك كا حسن عبد الله متان حسن أستاذك أو تلفزيون كصاب ورمي مقالة هرجيسة أنا قلنا واحد هاي ليبان اسمان علي صاب تي في هرجيسة ما شاء الله سودو هذا لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121